السلام عليكم. هاد الناس انا جاو ريبوا لي نهار ثلاث، ما عرفتهمش علاش ريبوا لي. انا خمس ايام وانا كنبات في الزنقه بحويجاتي انا وولادي، وزعما ما عرفتهمش علاش ريبوا لي ولا حوني الزنقه وما عطوني والو. قالوا لي خلصي نوطيره، خلصت نوطيره عطات نصيبت الوراق كل شيء. قالت لي سني سنيت، قالت لي صافي حبساتك القايده. ما عرفتش انا علاش تحبست، علاش؟ قالت لي سيدي تريبي لولدك، ولدي بوحدو عازل عليا، ما تياكل عندي ما تيشرب عندي، فعمره 32 عام وعندي ولد عنده 19 عام وعندي بنت عندها 27 عام. فين غندير انا هاد الولد؟ قالت لي دي معاك. ولدي راه بوحدو، راه ما ياكل عندي ما تيدوي معايا ما تيشرب معايا، كاع عازل عليا بوحدو. ولدي الاخر راه مجوج وعنده ثلاثه الوليدات بوحدو. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي راه ماشي ظلم، راه لا اله الا الله. ودابا انا رجعت لبراك تعششت فيها وجلست فيها، هادشي اللي كاين. ما عندي ما نقول لهم، دابا شوف الغل ديالهم اللي بغاوها يديروا عليا، ما عندي ما نقول لهم. عاش الملك، هادشي اللي كاين. ما عقلاش على وقتاش سكنت، ما عقلاش. راه 27 عام، 27 عام هذيك الدريه ولدتها في هاد السبيطار ديال الحومه، ولدتها جتها هنايا، هي كبرات هنايا، تزاد عليها دري اخر عنده 19 عام. الولد راه عنده 32 عام، الاخر راه عنده 34 عام، عنده ثلاثه الاولاد. هذاك راه ما مجوزش عازل علينا بوحدو، ما تياكل معانا ما تيشرب معانا، عازل باغي التيقار، عازل بوحدو، طواليتو بوحدو، كلشي دايرو بوحدو. ما عندي كي ندير ليه. ولدي راه كلهم الاولاد عطاوهم، اي كل ما عطاوش الاولاد ما نقولش، وني راه عطاو للدراري، راه عطاوهم اصغر منه عطاوهم، هو راه خلاهم يلوح ليا بوحدو. قالت لي سيتي تريبي لولدك، علاش غنريب انا لولدي؟ شنو درت؟ شنو عملت؟ انا راه الله والملك، هادشي اللي كاين. عاش الملك، راه ما ديما درت ليهم ريبوا لي ولحوني في الزنقه، راه ربي راه كيشوف. واحد مغطي وانا مكمده في الميكا، راه تيشوف سيدي، ربي راه كيشوف، عالم عليا اشنو واقع عليا. هادشي اللي غنقول لهم، هادشي اللي كنطلب من الله والمحسنين يشوفوا من حالي. ما كنفاش ناعسه، كنفات فايقه. ريبوا لي، ريبوا لي نهار ثلاث، والكريسات كل ليله تيبات الدراري تيتغاوتوا هنايا. راه لا اله الا الله، كانوا فيها ثلاثة البيوت المرح، ولدي بوحدو، كوزينتو وبيتو بوحدو، وأنا بوحدي مرحي وكوزينتي بوحدي، والآخر راه عازل عليا راه بوحدو، راه ما تياكلش معايا، ما تيشرب معايا، عازل بوحدو، ما باركش معايا كاع. الصبح كيخرج يمشي للخدمة، في العشية كيجي تيسد عليه في بيتو. كيعلمونا كيقولوا لنا أنتم غتريبو، قرعنا علمونا قالوا لنا دفعوا الفلوس، خلصنا دفعنا جوج المليون. عاود عيطوا لينا قال لي خلصوا لها صوره، خلصنا 60000 ريال، 60000 ريال ياك 80 خلصنا لها صوره 60، وخلصنا ثاني 180 عند النوطيره. ايوا خلصنا النوطيره، قالت لي صايبت لي الوراق كلشي شويه، قالت لي راه حبساتك القايده سيري تريبي لبيت ولدك. وعلاش انا غنريب لولدي؟ على انا قادر على ولدي نريب ليه؟ ولدي راه مصايبو راسو، راه ساكن فيه راسو، ما نقدرش نريب لولدي، مستحيل نقيس ولدي. الذكرى ديالي عشت فيها انا، اللي عشت فيها النهار اللي رابت هي رابت، ما عندي ما ندير. انا كنت صحاب هكا ما نخليوش يريبوا لي انا كاع، ما نريبش، ما نخرجش من بيتي. يعني ايه شويه البرد، شويه الفقر، شويه الحاله، زعما مستحيل غتعيش كيما الدار. راه ماشي هي الدار، الدار البركه راه ماشي هي الدار. حنا ما قلنا لهم والو، هنا اللي طلبوها منا عطينا لهم، وخلاونا سكننا حتى النهار اللي جاو ريبوا لينا، ريبوا زادوا بحالاتهم. اللي قلنا لهم حنا ريبنا قالك سيروا اللي ريبتوا، سيروا دبروا راسكم. اشنو ندير انا راسي؟ واخا فرحت راه ندمت، فرحت اي ندمت، واني هادشي اللي داروا لي راه مستحيل يديروا لشي واحد. نطلب الله وجاءت الملك يشوفوا من حالي. وعاش الملك، سخيرات عطاونا في سخيرات، يوم مشينا خلصنا وجينا بحالاتنا، هاهما رجعوا دابا عقبوا علينا، انا وولد وبنت وباها وانا، حنا بحالنا اربعة نفوس. عطاوهم روسهم، عطاوهم ايه، ماشي ما عطاوهمش، هما حدا انا عطاوهم. ولكن علاش يعطاوهم هما ولدك؟ لا ما نعرفش علاش، اللي بغاوها يقولوا لينا
اي حاجه يقولها لينا. الكريدي دابا انا مخلصه 3 شهور، نهار 3 عاد خلصت. انا مخلصه دابا الكريدي، مخلصه الكريدي ديالي ماشي ما مخلصاش. ولكن ما مستافداش. ما مستافداش، خلصت وما استفدتش. واخا شحال هزيتي ديال الكريدي؟ 8 مليون. 8 مليون. شحال كتخلص هاد الشهر؟ 20. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.